أشاد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة بتنامي المشاريع الاستثمارية العالمية التي تتخذ مملكة البحرين مقرا لعمليتها، لافتا إلى أن التسهيلات التي تقدمها المملكة في إطار الرؤى والاستراتيجيات الهادفة لتعزيز موقع المملكة الاستثمارية أسهمت بشكل مباشر في جذب العديد من المشروعات العالمية وتوطينها في البحرين. جاء ذلك خلال زيارة التي قام بها سعادة الوزير إلى شركة MTQ Oil Field Services السنغافورية بمنطقة البحرين العالمية للاستثمار بمدينة سلمان الصناعية، حيث التقى السعادة خلال الزيارة برئيس مجلس إدارة المجموعة بحضور عدد من كبار المسؤولين. كما طلع سعادة الوزير في الجولة التي قام بها على سير العمل في الشركة والخطط المستقبلية لها، بالإضافة إلى شرح حول أهم الخدمات التي تقدم، حيث تقدم الشركة مجموعة من الخدمات المتطورة في مجال النفط والغاز ومعدات الأمن والسلامة. وتعد مجموعة شركات MTQ السنغافورية واحدة من أهم الشركات العالمية التي تعمل في مملكة البحرين بمدينة سلمان الصناعية، حيث تعمل الشركة في مجال إصلاح وتقديم الخدمات وتحديث معدات الأمن والسلامة في حقول النفط وفي المنصات البحرية والبرية على حد سواء، والتي تديرها صناعات النفط والغاز.